من أجل إعادة هذا الصرح الصناعي الكبير، تكللت بفضل الله تعالى قبل شهور افتتاح مصنع البتروكيماويات وإنتاج حبيبات واطئ الكثافة بفضل الله تعالى والتسويق لل يعني الأسواق المحلية. وأيضا تواصلت الجهود فيما يخص يعني المصانع الأخرى وبالذات مصنع الأغطية الزراعية. كان هناك تصميم من قبل يعني الكوادر الفنية والهندسية وإدارة الشركة لتشغيل هذا المصنع المهم جدا خصوصا القطاع الزراعي، باعتبار الأغطية الزراعية مهمة للفلاحين، خصوصا فلاحين يعني البصرة اللي يستخدمون يعني محصول الطماطم وغيرها، باعتبار يحتاجون إلى هذه الأغطية، ولهم أيضا باع وتجربة طويلة مع الأغطية، أغطية البتروكيماويات لما تمتاز بها من جودة كبيرة وعالية. الحمد لله تكللت هذه الجهود بافتتاح المصنع قبل يومين، وان شاء الله ماضين يعني بهذا الامر بالانتاج، ونجهز ان شاء الله المزارعين والفلاحين العراقيين بماده الاغطيه الزراعيه. ونتمنى على وزاره الزراعه يعني ان توفر الدعم الكافي وان يتم التعاقد معنا من قبل الشركه العامه للتجهيزات الزراعيه اسوه بالسنين الماضيه حتى يدعم الفلاح العراقي بشكل صحيح ويكون التسويق عن طريق وزاره الزراعه. الطاقة الإنتاجية للمصنع 15,000 طن سنويا، احنا مستعدين حقيقة وقد حتى مستعدين نتجاوزها إذا كان هناك تعاقد فعلا، وفعلا إذا كانت هناك نية طبعا، ويفترض تكون هناك جدية لدعم الفلاح العراقي، إنجاز يعني إنجاز كبير جدا يستحق حقيقة تكريم من قبل يعني رئاسة الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يعني العراقي المبدع يفترض يكرم، يتم تكريمه. الشركة 11 سنة متوقفة، جهود ذاتية وكبيرة ومقاومة كل الظروف، متقاعدين يعملون، الناس تعمل ليل نهار حتى وصلنا إلى إنجاز تشغيل المصنع ولا الأغطية الزراعية. للأسف لا يوجد أي تكريم، لا يوجد أي اهتمام. يفترض هؤلاء الثلة حقيقة وهؤلاء الموظفين اللي جاهدوا جهاد عظيم مثل ما يعني يجاهد الاخرين في سوح الشرف والدفاع عن العراق، ايضا هنا هذا الموقع وايضا الدفاع عن العراق وعن الاقتصاد العراقي، هؤلاء مجاهدين حقيقه ويستحقون التكريم من خلال يعني اذاعه المربد. اطالب كل المنصفين سواء الحكومه المحليه، طبعا الحكومه المحليه مشكوره قدمت لنا شكر وتقدير، لكن نتمنى المزيد ان يتم على الاقل يعني تكريمهم بما يستحقون بمكافآت ماليه على الاقل. ايضا نطالب رئاسه الوزراء، نطالب كل الوزارات حتى وزاره الصناعه، نطالبهم بالالتفات وتكريم هذه الكوادر الشجاعة.